في 2004 سلمان خان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هو أمريكاني بس والده ومامته بنجلاديشيين مهاجرين من بنجلاديش يعني، وهو بيشتغل في بورصة الأوراق اللبنانية، ومن الآخر كده يعني بباية كده في مجال الحسابات، وكمان خريج جامعة راقية جدا في كاليفورنيا. تمام كده، لحد كده عسل. بنت عمه اسمها نادية، وعلى بعد 2000 كيلو متر مربع من موقع السكن بتاعه، ده بيمثل تحدي بالنسبة له، مش عارف يروح لها كل يوم. هي طلبت منه إن هو يشرح لها دروس الرياضة، والحقيقة هو ما اتأخرش وكان بيحب يشرح لها لأسباب كتير، من ضمنها إن هو يحاول يساعدها على تكاليف الحياة، لأن طبعا المدرسين هناك بأسعار انت مش متخيل، مش زي المدرسين بتوعنا كده الناس، لا. فبدا ان هو يشرح لها في خلال فيديو كونفرنس، او بعد كده فيديوهات، وبعد كده فيديو كان بيسجله في وقت فراغه، وبعد كده يبعته لها، وبعد كده ما كان مش بيبقى فاضل ان هو يقف قدام الكاميرا، كان بيسلط الكاميرا على الورقه بتاعته ويبدا يشرح كل ده وهو وهي بعيد عن بعض تماما. صحابها وقرايبها وجيرانها وكل الناس اللي حواليها بدأوا يتفرجوا على الفيديوهات دي، صراحة هي شيرت الدنيا بدون ما تقصد. بس مع الوقت بقى سلمان خان عنده أكاديمية خان اللي فيها حوالي 80 مليون مشترك على اليوتيوب. الوقت ده ما كانش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، ده هتكلم في الأيام دي يعني، بتكلم في 20 سنة. من 20 سنة في 2004 كانت بداية صغيرة جدا لواحد ما كانش أصلا في دماغه أي حاجة، من دي كانت بيتقاضى الله. طب كويس، تعالوا نحكي لكم بقية الحاجات. فضل على كده 5 سنين، الوقت بتاعه ما بقاش مكفي ما بين شغله وما بين الهواية اللي هو حبها وأبدع فيها. فالمدام بتاعته بدأت كمان تتململ من فكرة ما بروحش الشغل. قال لها انت زعلانة ليه؟ قال مش رايح خالص، وانقطع تماما عن العمل واستقال وقال شكرا كده، وخد القرشين بتوع اللي هو بيديهوا له عشان يقولوا باي باي، خدهم واداهم لها، قال لها عيشي بيهم وسيبيني. قال لها انت الفلوس دي هتكفينا لمدة سنة فقط. قال لها حلو، سنة كويس، هنعيش بيهم لمدة سنة وبعد كده تبيع يعني رايح. لها في خلال السنه دي كثف جهوده اكتر، وما كانش بيشرح بقى، هو بدا نفض بقى خلاص، فما بقاش بيشرح رياضه بس، بيشرح رياضه وفيزياء وكيمياء واحياء واقتصاد وحاسب الي وتاريخ وتكنولوجيا تعليم، مش عارفه ليه تكنولوجيا تعليم، بس هو يعني طلعت في دماغه في يعني حب الموضوع طبعا. كل ده بدون مقابل، فكانت كل شويه تقول له يعني انت اللايكات هتجيب لنا افطار، يعني احنا يعني انت اللي مش هتجيب كده، طول ما هي قاعده اللي بتتكلم. لحد ما في يوم شركة مايكروسوفت أو بيل جيتس تحديدا اللي هو رائد الشركة يعني بعت له، وبعت له برقية تهنئة يعني زي تحية أو تقدير بأنه هو رائد في تطوير التعليم لمصلحة البشر، أو استفادة من التقنيات الحديثة في التعليم للبشر لفايدة البنين البشر، ومش كده مش ورقة مش شهادة تقدير كده من غير فلوس، يعني هو الراجل ده خد شهادة تقدير ومعاها $1.5 مليون، مش حاجة عادي يعني عشان برضو ايه يعرف يعيش. جوجل سكتت، لا شركة جوجل ادته $2 مليون. أكاديمية سلمان خان اللي هي فيها حوالي يعني عدد ملايين من المشتركين ما كانش بيظهر بوشه، كان بيكتب بس عشان خاطر ما يشتتش دماغ الطالب اللي بيسمعه. وكمان في نقطة لفتت نظر الحقيقة، فكرة انه بيشرح يعني ايه مدرس. هو بيقول المدرسة نفسها ككيان يعني مش المفروض تكون المدرس يقف يشرح فيها، لا المدرس ما ينفعش يشرح في المدرسة. ليه ما ينفعش يشرح في المدرسة؟ جايبك اسبوع، هو ده كلامه مش كلام. هو بيقول ان المدرس لما بيجي يقف قدام الطلبة عشان يشرح، هو مش بيشرح لواحد ولا اتنين، بيشرح لعدد من الطلبة، وهم عندهم فروق فردية، في ناس بتفهم اللي بيقولوا، في ناس لا بتبقى عاملة نفسها فاهمة. فهو شغلته ان هو يحل معاهم ويطبق معاهم تطبيقات تربوية على الواجب بتاعهم، يشتغل معاهم. طب مين اللي يشرح؟ يشرح من خلال فيديوهات، من خلال القنوات المتخصصة للشرح، مدرسين تانية تشرح، يعني المدرس اللي بيشرح حاجة والمدرس اللي بيحاول يوصل المعلومة وييسر المعلومة ويسهل المعلومة ويطبق المعلومة ويركب المعلومة ويحلل المعلومة ويعمل من المعلومة حاجة مفيدة للطالب، بحيث ان هي تخلي الطالب مش بس يستفيد من المادة اعمالها، او كمان يحللها ويركبها ويرتبها ويبقى حاجة. دي حاجة ودي حاجة تانية، او يعني ده معلم وده معلم تاني خالص. وعايز يقول انه ما ينفعش مدرس، او مش هيقدر مدرس لوحده ان هو يوفق ما بين قدرات الطلبه كلها، دي فكرته. وتعرفوا ان هو في CNN طلع واتكلم عن الازمه العقاريه في الولايات المتحده الامريكيه في وقت ما حدش كان بيتكلم اصلا عن الموضوع، لان ما كانش حد شايفه اساسا، بقى ضيف في مؤتمرات وضيف في برامج. وصل بقى للدرجه اللي هو بقى سلمان خان اكاديميه خان على اليوتيوب 80 مليون مشترك، 80 مليون مشاهد. سيبك من ده كله، هو اصلا ما بقاش بيظهر على
القناة بتاعته، ولكن طبعا الدروس بتاعته هو أراد لها الخلود عشان كل الناس تقدر تشوفها وتتابعها، ولكن هو يعني وصل رسالة عظيمة وعميقة للبني آدمين اللي حواليه، وقدر يوصل فكرة إن التعليم حق للجميع، ولكن مش لازم يكون المدرس اللي هو اللي بيشرح في المدرسة هو اللي بيقدم المعلومة. هو المدرس اللي بيشرح في المدرسة ما بيقدمش معلومة، بيقدم الحل للمعلومة دي، والمحتوى اللي هو قدمه ده أو الفكرة اللي هو شرحها وطرحها في ولايات كتير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية نفذوها بالفعل. المدرس بقى دلوقتي بيقعد شغل فيديو للطلبة، المادة عمالة تتسمع كويس جدا، وبعد كده بيبدأ يطبقها لهم من خلال بروجيكتس، من خلال مشروعات للمادة الإيه العلمية، علشان خاطر أولا ما يضيعش وقت الطالب، ثانيا يضمن أكبر كمية ممكنة من الاستفادة للمادة اللي هو بإيه بيقدمها. من الآخر كده أقول لكم نقطة، اللي عايز ينجح في حاجة لو اداها وقته واداها مجهوده أكيد هينجح فيها. سلمان خان نجح في الفكرة دي، ممكن يكون خسر مراته وخسر بيته وخسر عياله، ده حصل فعلا، وحياته اتدمرت فترة كبيرة لحد ما بدأ يبقى ناجح، بعد كده كل ده رجع. ولكن هو في مقابل حاجة لازم تخسر حاجة، يعني في مقابل مذاكرتك كطالب جميل أنت ممكن تخسر اللعب على البلاي ستيشن او انك تخرج، يعني مش لازم تحط الاثنين جنب بعض، ما ينفعش. مستقبلك اولا ايا كان، حتى لو انت ما بتحبش التعليم، انت لو بتحب حاجه معينه ابدع فيها واديها حقها ان شاء الله هيكون. هو كان ممكن يفضل طول عمره مجرد موظف، ولكن هو قرر ان هو يطلع بره الموضوع. هل هو بيعمل كده كان عارف ان هو هيبقى سلمان خان او يعني حد مشهور ونون جدا وفيموس جدا واوبا جدا؟ لا طب انشاء وما كانش بينجم، ولكن هو عمل اللي عليه، عمل حاجة هو بيحبها قوي، يعني ارضى شغفه، وبعد كده بقى هو وحظ ممكن قوي ينجح وممكن ما ينجحش. السعي لا يضمن حتمية الوصول، حتى لو كنت بتجد في السعي، حتى لو كنت بتسعى في الاتجاه الصحيح وغيرك بيسعى في الاتجاه الصحيح، احيانا هي بتبقى حكمة، لكن لازم السعي. احنا مطلوب مننا السعي، ولكن مش مهم ان احنا نوصل، ممكن ما نوصلش للي احنا عايزينه، ممكن نوصل لاقل، بس نبقى عملنا اللي علينا، دي شغلتنا في الحياه ان احنا نسعى. وصلنا تمام، ما وصلناش اكيد بيبقى في تعويض من ناحيه تانية. الدنيا مش كده بس، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا حبيت بس ان انا احكي لكم حكايه سلمان خان اللي هو مؤسس اكاديميه خان، وسيبها لكم في الديسكريبشن بتاع القناه بتاعته، ومش هتشوفوا وشه، يعني هو انتوا هتشوفوه بيكتب كده، لان هو قال لك انه ما ينفعش مدرس اللي بيشرح يبقى واقف قدام الطالب، لان هو كده هيشتت انتباه الطالب، ممكن الطالب يبص يمين يبص شمال يبص كده يبص، انما هو بيتفرج على المدرس وهو بيكتب، هو كده بيضمن لنفسه اقصى استفاده. انتوا فاهمين حاجه؟ انا عارفه انتوا فاهمين. السلام عليكم.